احنا معانا الحاوي، معانا خاتم سليمان. كابتن وليد سليمان طبعا نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر. اهلا بيك يا كابتن وليد. ربنا يخليك يا استاذ احمد. اهلا بيك، نورنا. النهارده كابتن سيد كان بيقول انك انت مش هتبقى موجود في ماتش الترسانه عشان يعني حاسس بوجع او بالم في 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 ضلوعك، فطمنا عليك. ومعاك طبعا دكتور وفائي ودكتور عبد الرحمن. ربنا يخليك يا استاذ احمد. لا الحمد لله، الامور الحمد لله في تحسن وتمام. هي الكادمة عندي في ظهري. ايوه. والحمد لله الامور احسن. يمكن النهارده كنت بعمل جلسه مع الدكتور وفائي يعني ان شاء الله على الله. يعني انتوا كنتوا مع بعض النهارده الصبح؟ الصبح الساعه 7 7 ونص الصبح بيكلمني يقول لي انت فين؟ بقول له على كوبري 6 اكتوبر التمرين الساعه 9. يقول لي لا انا في النادي من 6 ونص. وليد بيجي بدري. لا هي الحقيقه الناس بتشكر فيك جدا يا كابتن وليد، بره الهواء وجوه الهواء بصراحه. يعني ربنا يخليك يا استاذ احمد. هم ناس زي الفل وكفاءه عاليه جدا وما شاء الله، يعني هم اضافه كبيره جدا للمكان طبعا. لا كابتن وليد، انا ليا معاه ذكرى مهمه جدا من 3 سنين. فاكر يا كابتن لولو؟ طبعا ما اقدرش انسى. كان ليه فضل ان هو كنت مصاب، اصابه كانت صعبه، وكنت مسافر ألمانيا. كنت مع الكابتن حسام البدري، وخلاص كنت يعني بخلص اقراءات السفر، وجحت هنا عبد الدايم قال لي ما تيجي عرضك على دكتور هنا في مصر اشتغل معاه وشوف قبل ما تسافر. اشتغلت طبعا، كنت اول مره اشوف دكتور وفائي. بس خد الاول، قول لي الاول، يا فكرت ولا ترددت ولا وافقت على طول؟ لا خالص، وافقت على طول. وافقت على طول. ورحت قابلته وبدانا العلاج، وكان مع حسين برضو يعني علاج طبيعي وتقويات مع حسين. والحمد لله رجعت، ما كملتش اسبوع ورجعت الملعب، وكان حتى الكابتن حسام انبسط جدا والكابتن سيد ان انا يعني ما سافرتش ولغيت سفري وكملت مع الفرقه. كنا داخلين على ماتشات صعبه، وكان الحمد لله يعني توفيق من ربنا ان الواحد يرجع سليم مع دكتور وفائي طبعا وحسين عبد الدايم. طب طمنا عليك دلوقتي كابتن وليد بقى، يعني الوضع بالنسبه لك ايه؟ هل ممكن تكون موجود فعلا في ماتش الترسانه، ولا الجهاز بيفضل يريحك ويحافظ عليك للي جاي؟ والاهم طبعا عندنا ماتش الوداد في ذهاب قبل نهائي افريقيا. لا انا الحمد لله الامور تمام، في تحسن كبير جدا، وان شاء الله ممكن على ماتش الدوري او المقاولين ان شاء الله ممكن اكون متواجد مع الفرق باذن الله تعالى. بشكرك شكرا جزيلا نجم مصر ونجم النادي الاهلي كابتن وليد. تحب تقولوا حاجه لكابتن وليد؟ لا كابتن وليد صراحه علم من اعلام النادي يعني طبعا. فدي حاجه جميله جدا ان هو شخصيه زي الكابتن وليد معانا وبنشوفها كل يوم، حاجه تخلي الواحد يبقى مبسوط صراحه بروح النادي.